كلب مش لازم تربيه. الجزء رقم 46. روهيدزن ريتشباك، كلب الصيد الجنوب افريقي، كلب سريع ذكي وجريء وعنده قوة تحمل مش طبيعية. فلو سألتني بصيد شو، فجهز حالك تسمع الجواب. الكلب متخصص في صيد الأسود، هو ما بينزل راس براس مع أسد، بينزل مجموعة مع بعض ضد الأسد، وبعد هيك بيستخدموا عائلهم وبيحكي مخطتهم وبيجيبوا لك راسه. وكمان بيصيد الحيوانات الضخمة المجروحة اللي شردت، طول ما هي بتنزف، طول ما هي بتعطي الكلب مسار عشان يتبعهم فيه. الكلب عنده ميزة إنه بتحمل الحر الصبح وبتحمل البرد بالليل. هلأ اسمهم إجا من شعر غامق بيجي على ظهرهم، وكل ما كان الشعر واضح كل ما بيكون هذا الكلب شاطر في الصيد. فالعلاقة طردية هون، ممكن تشوف فيه شوية شعر أبيض، لكن كل ما يزيد كل ما بيصير هذا الكلب مش أصيل. الكلب هذا ممكن يكون جيد مع الأطفال، لكنه مش كتير كويس مع الكلاب الذكور الثانية. فاجمع بين الجنسين عشان تخفف من المنافسة. هلأ ليش ما تربيه؟ أول شيء لأنك ما راح تصيد أسد، ولو بدك تصيد فيمكن أنت تصيد عصافير، فواتها ربي صائر. هذا الكلب بيكره الغرباء، وممكن إذا إجاك ضيف على البيت يطلع على نقالة لأنه اتعدى على حدود مملكة الريتشباك. مشكلتهم إنهم بيفكروا إنهم البوليس تاع البيت، وإنهم مسؤولين عن سلامة كل شخص. بيحتاجوا رياضة عقلية وجسدية ومشي كل يوم، ولازم يكون مربوط لأنه حيلحق كل شيء بيتحرك قدامه، لأنه حيفكر إنه هو في شغلة من ثنتين، إنه إحنا في وضع حماية أو إنه إحنا نلعب رياضة. فعادي يقتل بسة الجيران لأنه بيلعب. عنيدين جدا وتدريبهم صعب وبيبدأ من عمر صغير، فاستخدم معاه الحزم والشدة مع شوية لطف بس بدون أسوأ. أو عندي حل أحسن، سيبك منه مش لازم تربيه.